أهلا بكم مشاهدينا إلى تغطيتنا المتواصلة للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ورد المقاومة وجبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق. وبعيدا من الميدان يبدو قرار عدد من الدول وقف تمويل وكالة الأونروا التطور الأبرز والأخطر ربما بما تكتنفه الخطوة من مخاطر إغاثية وسياسية تمس القضية الفلسطينية. في هذه الساعة من التغطية نرحب بضيفنا من عمان السيد محمد البشير عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي والملتقى الوطني لدعم المقاومة. ولكن قبل أن أبدأ معك سيد محمد نذهب إلى الميدان تحديدا إلى غزة حيث ينضم إلينا من رفح مراسل الميادين أكرم دلول. أهلا بك أكرم، قربنا من المشهد وضعنا في صورة آخر التطورات لو سمحت. التطورات هنا في قطاع غزة بالتأكيد ما زالت على ما هي عليه، مزيد من الغارات الإسرائيلية وعمليات القصف التي تتركز تحديدا على مدينة خان يونس، وإن لم يكن المشهد يختلف في بقية مناطق قطاع غزة بما فيها رفح التي تأوي العدد الأكبر من النازحين والذين تلاحقهم إسرائيل على مدار الساعة. وبالتالي القصف الإسرائيلي على خان يونس أدى خلال الساعات الماضية بحسب وزارة الصحة إلى استشهاد قرابة 30 فلسطيني، عدد الشهداء طبعا أكبر من ذلك، ولكن هؤلاء فقط من تمكنت طواقم الإسعاف من الوصول إليهم، على اعتبار أن إسرائيل ما زالت تستهدف سيارات الإسعاف حتى التي تحاول منها أن تنقذ حياة جرحى ومصابون موزعون في داخل المنازل وكذلك الطرقات وأيضا داخل خيام النازحين. ولكن كلما حاولت سيارات الإسعاف أن تذهب إلى هذه المناطق ورغم وجود تنسيق في بعض الأحياء من قبل الصليب الأحمر بعد مماطلة طويلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الاستهداف يكون سيد الموقف، وبالتالي تعود سيارات الإسعاف بخفي حنين إنجاز التعبير، ليبقى الجرحى ينزفون لساعات طويلة والعدد الأكبر منهم يستشهد بحسب المصادر الطبية. كذلك القصف الإسرائيلي ما زال يعني يحاصر مشفى ناصر في مدينة خان يونس وكذلك أيضا مشفى الأمل بالإضافة إلى مشفى الخير إلى جانب مشفى غزة الأوروبي الواقع جنوب شرق مدينة خان يونس والذي يتعرض إلى القصف الإسرائيلي. هناك إذن إرباكا كبيرا في عمل منظومة الصحة في مدينة خان يونس والتي تعتبر المنظومة الأكبر بعد تدمير إسرائيل للمنظومة الصحية في شمال قطاع غزة. هناك تداعيات وخيمة وفق وزارة الصحة على الواقع الإنساني وكذلك الصحي الخاص بالجرحى والمصابين نتيجة تعمد إسرائيل تدمير قطاع الصحة وتحديدا من خلال استهداف ومحاصرة المستشفيات. مشفى ناصر ما زال يعاني الجرحى فيه حتى من غياب المسكنات العلاجية وأيضا الماء والطعام. هناك 350 من الجرحى والمرضى وكذلك النازحين إلى جانب 150 من الطواقم الطبية محاصرون داخل هذا المستشفى. وبالتأكيد هناك مزيد من المناشدات توجهها وزارة الصحة بشأن ضرورة التدخل من أجل رفع الحصار عن هذا المشفى، على اعتبار أيضا أن بعض الجرحى ينقلون الآن إلى مدينة رفح، والمعلوم بأن مشافي مدينة رفح هي عبارة عن مشافي أو مراكز صحية صغيرة لا يمكن لها أن تقدم أدنى الخدمات الخاصة بعلاج الجرحى، ولا سيما أيضا أننا نتحدث عن جرحى يعانون من إصابات قاتلة بفعل استخدام إسرائيل لأسلحة محرمة دوليا. كذلك في مدينة رفح كانت هناك غارة إسرائيلية استهدفت بناية كانت تأوي نازحين وتم نقل 3 من الشهداء على الأقل بالإضافة إلى إصابة آخرين. في شمال القطاع وتحديدا مدينة غزة وصلتنا قبل قليل معلومات تشير إلى أن الاحتلال قصف مجموعة من المواطنين وعلى ما يبدو أيضا هم من الجوعى الذين كانوا ينتظرون بالقرب من دوار الكويت جنوب شرق حي الزيتون. والحديث الأول عن شهداء وجرحى، هذه المنطقة ذاتها التي ارتكبت فيها إسرائيل قبل يومين مجزرة ومذبحة بحق الجوعى الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية، وبالتالي قصفتهم وقتلت منهم العشرات وأصابت يعني أكثر من 180 على الأقل بحسب الإحصاءات الرسمية. كذلك لابد من الإشارة إلى الأوضاع الخاصة بالنازحين، نتحدث عن أوضاع قاسية. وفق آخر المعطيات هناك 180 من السيدات الحوامل يلدن داخل مراكز الإيواء بشكل يومي في قطاع غزة في ظل هذا البرد وأيضا الأمطار وغياب يعني أدنى مقومات الحياة، وحتى كل ما يتطلبه الطفل المولود لا يتوفر في غزة سواء كان على صعيد الحليب الخاص بتغذية هؤلاء الأطفال أو غيره من متطلبات الحياة. وبالتالي هذه العائلات الآن ما زالت منشغلة
في لملمة جراحها بعد أن شردتها الحرب الإسرائيلية من مكان إلى آخر، وأيضا تلاحقها بالقصف كما أشرت. وهناك يعني حقيقة مآس عديدة ولا نهاية لها، ما زال يكتوي بنارها هؤلاء النازحون والذين يزيد عددهم على 1,950,000 نازح بحسب آخر المعطيات. بقي الإشارة سريعا إلى أن المقاومة ما زالت ثابتة في الميدان، وبالتالي تسدد مزيد من الضربات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المحاور، ولكن ضراوة المواجهة والاشتباكات اشتدت في الساعة الأخيرة رامية في المناطق الغربية من مدينة خان يونس، تحديدا منطقة حي الأمل. هناك حديث عن معارك طاحنة تخوضها الآن المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال على هذا المحور، وكذلك في المحاور الأخرى في شرق المنطقة الوسطى إلى جانب بعض الأماكن التي تحاول الدبابات الإسرائيلية أن تعيد التوغل فيها بعد انسحابها تحت ضغط ضربات المقاومة في الفترة الأخيرة في مدينة غزة وكذلك في الشمال. كل الشكر لك أكرم دلول، حدثنا من رفح جنوب قطاع غزة. أعود إلى ضيفنا سيد محمد البشير ضيفنا من عمان، وأعود وإياك إلى ما قلناه في المقدمة حول إعلان عدد من الدول مثل أستراليا وإيطاليا انضمامهم إلى كندا والولايات المتحدة في تعليق تمويلهم لوكالة أونروا. هذه الخطوة اليوم عندما تأتي في ظل حرب كهذه، مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة يعتشون اليوم من ما يأتيهم من هذه المساعدات عبر الأونروا، أكثر من 1,000,000 مواطن في غزة يجد ملجأ في المنشآت التابعة للأونروا اليوم، أي أبعاد هذه الخطوة؟ أكيد هذا يؤكد مرة أخرى أن رأس حربة الغرب تجاه أمتنا ممثلاً في هذا الكيان الذي الدلالات والمؤشرات أكدت أكثر من مرة أنها لم تعد هذه المسألة مسألة نظرية، سبق أن درسناها وقرأناها مبكرا في الكتب باعتبار أن هذا الكيان جاء من أجل زرع الفتنة في الوطن العربي ومزيد من تمزيقه، وأيضا الدفع باتجاه أن لا يكون الوطن العربي موحدا بما يساهم في تحقيق طموحات أبنائه في التقدم والتغير. هذا الموقف اليوم في ظل أيضا قرار محكمة العدل الدولية التي أكدت على يعني هذه المجزرة الفظيعة، أعتقد أن الأونروا بشكل أو بآخر هي دلالة على اعتراف العالم في أن هذه المجزرة والتي بدأت منذ 100 عام، وليس فقط حتى من 75 عام، منذ 100 عام والاستعمار البريطاني لفلسطين الذي جاء بعد وعد بلفور، أكد أكثر من مرة أنه وراء وجود هذا الكيان، وبالتالي دعم كل ما من شأنه أن يجعل من الفلسطينيين حالة أو شعب يطالب بحقوقه، هذا يصطدم مع مخططات الغرب ومؤسسات. وأنا هنا أريد أن أؤكد مرة أخرى أن الصهيونية التي تشكل بالبعد الآخر الدولة العميقة للعالم هي التي تدير المشهد بكل عناوينه، وعندما أقول الصهيونية أقول الصهيونية التي تتجاوز القوميات، تتجاوز الجغرافيا وتتجاوز الأديان. هذه الصهيونية الحركة التي تأخذ أشكالا متعددة، قد تكون على شكل الدولة اليهودية كما يدعي رئيس وزراء العصابة الصهيونية في فلسطين، أو قد يكون على شكل ما يدعيه بايدن من أنه صهيوني منذ فترات طويلة، وأن إسرائيل لو لم تكن موجودة لأوجدها. وهذا طبعا خطاب ليس جديدا، هذا خطاب تناوله كل الرؤساء الأمريكيين السابقين، وهكذا فعل الكثير من الغرب. إذن الأونروا هي محطة من محطات العلاقة مع هذا الكيان من جهة، ومحطة من محطات الاعتراف في أن القضية الصهيونية هي قضية ومشكلة عالمية، وقلبا للمفاهيم أصبحت المشكلة مشكلة الفلسطينيين. الفلسطينيين هم موجودين على أرضهم ويحاولوا أن ينتزعوا حقوقهم بمختلف الوسائل،
وواحدة من الوسائل التي حاول العالم بشكل يعني بشكل أخذ شكلا من خلال الأمم المتحدة عبر تأسيس الأمورا ليعترف أن هذه المشكلة اليوم التي تسمى مشكلة فلسطينية بالأصل أنها المشكلة اليهودية، المشكلة التي تبنتها الصهيونية في يوم ما وتبناها كل هؤلاء الذين يطمحون إلى تحويل العالم إلى أسواق لسلعهم وتجارتهم. وليس أدل من ذلك ما يحدث في المنطقة من يعني انحياز أعمى أمام كل هذه المجازر التي ترتكب صباح مساء إلى الكيان، وأيضا تكريس رواية الكيان فيما يتعلق ب 7 تشرين رغم كل ما خرج من الهارتس أو التحقيقات الصهيونية حول أن الجرائم المدعاة هي جرائم ارتكبت من الطيران الصهيوني، وأن ما قامت فيه حماس حق مشروع ضمنته المعادلات الدولية وضمنته التجارب البشرية، وأكدت عليه أكثر من مرة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. انطلاقا مما تفضلت به حول ما جاء بالأمس في محكمة العدل الدولية وهذا القرار الذي اعتبره كثر أنه ليس على قدر التوقعات المأمولة منه، ولكن هل يمكن القول أنه شكل سابقة دولية قانونية لناحية إدانة إسرائيل أولا؟ طبعا يعني تشكيل المحكمة وقبول اللائحة هذا اختراق حقيقي للمنظومة الدولية ومؤسسات المجتمع الدولي الذي هو بالمحصلة النهائية إفراز حقيقي لتحكم القطب الواحد بعد أن تفكك الاتحاد السوفيتي، وأصبحت أمريكا تتحكم بكل الأدوات السياسية في العالم. هذا الاختراق الذي أصبح يعني حقيقة قائمة يعني يجوز لنا أن نقول أن التداعيات التي تمت ابتداء من بريكس مرورا بشنغهاي و77 الصين، هذه المتغيرات الجوهرية التي حدثت في العالم كانت تؤشر بشكل أو بآخر على أن هناك اختراقات بالمؤسسات الدولية. ولا ننسى في المجلس الدولي لحقوق الإنسان عندما حاصر هذا الكيان وغضبت أمريكا كما هي غاضبة من الأونروا في تغطيتنا السابقة على هذا الموضوع، يؤكد مرة أخرى أن هذه المحكمة بكل ما أتت فيه من فقرات كلها بالمضمون تؤكد على أهمية وضرورة وقف إطلاق النار. نحن كنا ننتظر أن يكون القرار صريحا وواضحا في أهمية وقف إطلاق النار، لأن غزة لا تحتمل شهرا لإعداد تقرير من قبل هذه العصابة الصهيونية التي هاجمت هذه المحكمة وهاجمت الأمم المتحدة وهاجمت مجلس الأمن وهاجمت كل البشرية. عندما تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا يقف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلا أمريكا وأحيانا الدول الأوروبية، بعض الدول الأوروبية، لكن في الجلسة الأخيرة حتى الدول الأوروبية خرجت متحفظة. بهذا المعنى أستطيع أن أقول أن ما قدمته المحكمة في قرارها بالأمس كان إيجابيا بالمعنى الشكلي وأكيد بالمضمون، يعني ودعوة الجزائر طبعا بالأمس في ضرورة عقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة بنود ما ورد بالقرار يؤكد مرة أخرى أن الدبلوماسية العربية مطلوب منها أن تنشط مع جنوب أفريقيا، مع أيرلندا، مع فنزويلا، مع كثير من الدول التي تناصر القضية الفلسطينية من أجل أن نسارع لوقف هذه المجزرة، هذه المذبحة، هذه الإبادة التي تمارس من هذه العصابات الصهيونية. بالفعل يعني مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا يوم الأربعاء المقبل بعد قرار محكمة العدل الدولية، وكما ذكرت سيد محمد ذلك بطلب من الجزائر بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية. هل وصل التراكم الدولي في المواقف وفي الخطوات المتخذة إلى حد إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار؟ أكيد أكيد، يعني محاصرة هذا الكيان أصبحت أكثر من حقيقة. يعني إحنا عم نشوف على الصعيد الدولي الرسمي هناك إجماع شبه كامل في أن هذه المجزرة يجب أن تتوقف.
يعني أكثر المناصرين لهذا الكيان طلبوا مواقفه، سواء كانت فرنسا أو بريطانيا أو جهات متعددة، رغم الاشتراطات والنقاط التي يثيروها على هامش طلبهم في وقف إطلاق النار. لكن نحن نرى اليوم متغير جوهري على صعيد الكتلة البشرية التي يعني تخرج إلى العالم سبت وأحد على وجه الخصوص، وبالمنطقة العربية والإسلامية جمعة. هذا بيأكد مرة أخرى أن يعني وقف إطلاق النار أصبح أكثر قربا. لكن التعويل الحقيقي هو على هذه المقاومة البطلة التي استطاعت أن تفرض حضورها بشكل يعني لم يعد هذا الشكل يعني ممكن أن تتحمله هذه العصابة الصهيونية التي تحكم هذا الكيان، لدرجة أن الشارع المنقسم والجبهة الداخلية التي يسمونها جبهة داخلية منقسمة جدا، وأصبحت الرسائل الإعلامية والرسائل الإخلاقية التي تبثها قوى المقاومة من غزة تؤكد أن قرب وقف إطلاق النار أصبح قاب قوسين أو أدنى، بمعنى أن يعني هذه المعطيات وهذه المعايير المتعددة ذات علاقة بالشارع، ذات علاقة بالقوى السياسية، ذات علاقة بحلفاء الكيان، كل هؤلاء يجتمعوا اليوم على أهمية وضرورة وقف إطلاق النار. اسمح لي سيد محمد أن نرحب بضيفنا الكاتب في الشؤون السياسية والعسكرية معنا من غزة الأستاذ أحمد عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد. انطلاقا مما كان يتفضل به السيد محمد البشير عن قرب وقف إطلاق النار، وذلك بناء على الكتلة البشرية التي تنزل منذ 7 أكتوبر وتطالب بذلك، بناء على المستجدات السياسية، على ما يحصل في المحافل الدولية، والأهم كما قال السيد محمد البشير ضربات المقاومة وصمود المقاومة على أكثر من جبهة. أي أهمية لهذا العامل فعليا في تحديد مسار الأمور؟ مساء الخير لكم للمشاهدين الكرام. في الحقيقة أنا أتحدث من وسط مدينة غزة، هنا من مسرح السرايا يعني، وهذا ربما له علاقة بما تفضلت به وما تفضل به الضيف الكريم، صمود المواطنين والمقاومة هنا في مدينة غزة وفي شمال قطاع غزة وفي المنطقة الجنوبية والوسطى أيضا. أنا هنا أشاهد ولو باختصار، يعني لا أعرف هذا شيء طبيعي أم غريب، يعني عشرات آلاف المواطنين هنا في شوارع روما القرص، البرد القارس والشتاء الذي يضرب بأطنابه كل اتجاهات ونواحي قطاع غزة، ولكن الحياة بدأت تعود وإن بشكل تدريجي، وإن كان في نقص شديد للمواد الغذائية والإمكانيات والبنى التحتية، ولكن الحياة بدأت تعود بشكل أو بآخر إلى هنا المنطقة الشمالية، كما هو الحال في المنطقة الوسطى ربما التي انتحرت منها قوات الاحتلال، ورفح طرف خان يونس طبعا أم المعارك كما نصفها دائما يعني مشتعلة. في المجمل سيدتي يعني والمشاهدين الكرام، أنا أعتقد المشهد الإسرائيلي مرتبك، وهذا من دون مبالغة أو من دون محاولة لرفع المعنويات، نتنياهو مرتبك، ولكن يجب أن ننتبه إلى نقطة، وهذا تقدير موقف ربما سمعته اليوم من احد يعني مسؤولي المقاومه هنا، لو تعلق الامر سيد احمد. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد أحمد عبد الرحمن، كان معنا من غزة. بالعودة إليك سيد محمد البشير، وما تحدثت عن فيما يخص الكتلة البشرية التي قلت أنها سواء تنزل أيام الجمعة أو حتى السبت والأحد في الدول الغربية، مسؤولون إسرائيليون منهم نتنياهو، جالانت، بن جفير يدركون أن صورة إسرائيل في العالم تشوهت، وهذا كان التعليق الأبرز على مجريات محكمة العدل الدولية بالأمس. ولكن فعليا اليوم نجد إيطاليا، أستراليا، كندا، الولايات المتحدة ما انحرضت إسرائيل على الأونروا حتى سارعوا إلى وقف التمويل. إلى أي مدى يظهر ذلك الفجوة الفعلية في الدول الغربية بين الأنظمة والشعوب؟ أكيد أكيد، يعني هناك معيارين حقيقيين ساهما في هذا المد البشري الذي يعني فاق كل التوقعات. العامل الأول أن هذا القمع الذي مارسته الأنظمة العربية أو حتى الإسلامية ضد شبابنا وضد شعوبنا أدت إلى هجرة كفاءات
وأعداد كبيرة احتلت مواقع مهمة في العالم. هؤلاء بشكل غير مباشر قدموا للرواية العربية وبالأخص الرواية الفلسطينية قراءة واعية ودقيقة وصادقة لكل هؤلاء الذين يعملون معهم بمختلف المواقع، بالشركات، بالمؤسسات، بالمصانع، بالشارع، إلى آخره. العامل الثاني إنه تكنولوجيا المعلومات وثورة الاتصالات التي أيضا يعني عندما يحدث أي حدث هلا، يعني أنا وياك ممكن نحكي عن موضوع معين بسرعة يعني قد نعود إلى النت ونكتشف ما يمكن اكتشافه من حقائق. هذين العاملين يؤكدهما أيضا ما تحدث به السياسي الشهير نورمان فينكشتاين عندما قال من 18 إلى 25 سن من الشباب اليهود هم من يديروا المظاهرات والحركات السياسية في أمريكا. سيد محمد البشير كاب، قبل أن أكمل مع حضرتك وهذه نقطة مهمة بالفعل، اسمح لي أن أشير إلى أن نتابع الآن جانبا من مراسم تشييع الشهيد على طريق القدس الشهيد علي فوزي ملحم في بلدته جنوب لبنان بلدة مجدل سلم. ونظرا لصعوبة الاتصال مع ضيوفنا دائما في غزة، اسمح لي أن أعود مباشرة إلى السيد أحمد عبد الرحمن. سيد أحمد، يعني بالطبع الاتصالات دائما تنقطع في غزة، لا تغطية انترنت وما إلى ذلك، هل تفضلت بإكمال فكرتك حول الوضع اليوم على صعيد الميدان؟ نعم، فقط يعني أعود مرة أخرى، لو هناك تقدير موقف أن الأمر لو كان متعلق نتنياهو يبدو أن هذه الحرب سوف تطول إلى أشهر كثيرة، ولكن يبدو أن العوامل الأخرى نتنياهو رقبته على المقصلة كما يعرف الجميع وقضايا الفساد، وأي توقف لهذه الحرب ربما يعني ينهي مستقبل السياسي وحتى ربما يذهب إلى السجن. لذلك ربما نحن بحاجة لعوامل خارجية. عوامل خارجية أقصد إن كان من داخل المجتمع الصهيوني الضغط الشعب الذي يتزايد يوما بعد يوم بعد عدم الثقة بهذه الحكومة وهذا الجيش الذي لم يستطع أن يحرر أي أسير كما كان يدعي أنه سيحررهم بالقوة ومن دون الذهاب إلى مفاوضات مع المقاومة. هذا أولا. العامل الثاني ربما يكون أمريكا، وإن كنا أيضا هنا في غزة لا نثق أو لا يثق الناس في الموقف الأمريكي، ولكن ربما قرب الانتخابات تحدث عن حوالي 9 أشهر ربما تساهم أيضا في الضغط. هذا ثانيا. ثالثا وهو المهم، محور المقاومة الذي يشاغل ويشارك، وأنا دائما أقول جبهة مشاركة وليس يعني مشاغلة، ويعذرني أو مساندة، يعذرني السيد حسن نصر الله دائما يقول هي مساندة. نحن نعتقد هنا في غزة ولنا وجهة نظر، هذه جبهة مهمة، الجبهة الشمالية وجبهة البحر الأحمر للإخوة في اليمن والعراق وسوريا وموقف الجمهورية الإسلامية في إيران المتقدم. أعتقد هذه يمكن أن تكون عامل ضغط على الكيان الصهيوني ليوقف حربه. في المجمل فقط ميدانيا في أقل من دقيقة الأمور هادئة هنا في المنطقة الشمالية باستثناء ما حدث قبل ساعتين على حاجز دوار الكويت هنا جنوب مدينة غزة جنوب حي الزيتون، كما حدث أول أمس عن إطلاق نار على المواطنين الذين يحاولون الحصول على بعض الدقيق من الشاحنات القليلة في الحقيقة التي تدخل. كان هناك حوالي 4 شهداء حتى الآن تم إحصاءهم من هذا الحاجز. باقي الأوضاع في المنطقة الشمالية هادئة باستثناء بعض القصف المدفع ليلا، ولكن مجددا فقدنا الاتصال مع الأستاذ أحمد عبد الرحمن ضيفنا من غزة. بالعودة إليك سيد محمد البشير، وعذرا على المقاطعة، نعود إلى الفكرة التي كنت تتحدث عنها فيما يخص الدعم الشعبي على أكثر من صعيد، تفضل. نعم، العامل يعني تجليات هذا العاملين، عامل شبابنا اللي موجودين في العالم، والعامل الثاني عامل ثورة الاتصالات التي يعني قدمت على طبق من ذهب المعلومة والرواية الصحيحة والواقعية. السياسي استاذ الدكتوراه استاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن تحدث أثناء دفاعه عن القضية الفلسطينية وقال أنني أنتمي إلى الحقيقة. فشباب يهودي من 18 إلى 25 هم هؤلاء الذين يقودون التظاهرات ضد الكيان الصهيوني، وهو من دعاة
بالإضافة إلى يعني كثير من المفكرين اليهود، إلى تفكيك هذه الدولة وعودة كل من يحمل الجنسية إلى بلاده. هذا بأكد مرة أخرى أن هذا المعطى، معطى الكتلة الشعبية اللي موجودة في العالم، التي تعبر عن قوة فاعلة بصندوق الاقتراع مستقبلا، قد لا تستطيع أن تفرض على الأداة السياسية التي أعتقد أن هذه الأدوات السياسية اللي موجودة في العالم الجزء الأكبر منها يعمل كأنهم موظفين لدى الحركة الصهيونية، لأنهم بشكل أو بآخر يغمضون أعينهم عن الحقيقة، لا يروا المجزرة كما نراها أو كما يراها أهل غزة. هؤلاء جميعا يدفعون باتجاه تثبيت الرواية الصهيونية. لذلك عندما نرى أن المحكمة العدل الدولية تأخذ هذا القرار، عندما نرى هذه الكتلة البشرية تخرج بكل أنحاء العالم لتؤيد الحق الفلسطيني، عندما نجد أن يعني أدواتنا السياسية المختلفة تجتمع على هذا الموضوع وتختلف على مواضيع كثيرة، يؤكد كل هذا أن القادم هو الأفضل لصالح المقاومة ولصالح شعبنا، سواء كان في غزة أو في الضفة الغربية أو في 48 حتى. يعني اليوم إحنا وما يتحدث زعماء هذا الكيان يتحدث بشكل واضح أن يعني مستقبلهم مظلم، لأن إذا كانوا اليوم هم يصارعوا المقاومة في غزة بشكل جوهري، واستطاع اليمن بهذا المعطى الذي استطاعوا أن يفرضوه على العالم، يعني نستطيع أن نقول أن المشكلة ليست فقط فلسطينية بقدر ما هي عربية وإنسانية، لأن هذا الذي سيدفع الثمن الأغلى والأكبر عندما تصبح الأدوات التي بيد الأمة العربية أو أحرار العالم يستطيعوا أن يوظفوها في صراعهم مع هذا الغرب الداعم لهذا الكيان، فإنهم سيتخلون عنه. يعني عندما وجد هذا العالم أن الأخوة في اليمن من خلال باب المندب استطاعوا أن يؤثروا على التجارة العالمية التي تحتل الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي للعالم، الحصة تزيد عن 22% حجم التجارة الذي يمر من ذلك، وأصبح هذا التضرر عاليا، فإن وجود الكيان الصهيوني هو بالمحصلة النهائية ربح وخسارة لهذا العالم المتغطرس. هذا العالم المتغطرس إذا شعر أن وجود هذا الكيان يكلفه أكثر مما يأخذ من المنطقة، فأعتقد أن هذا سيتغير وسيتوقف هذا الدعم المجنون لهذا الكيان الذي لا مبرر له أمام هذه الكتلة البشرية التي تموج من المحيط إلى الخليج، من الأطلسي إلى الهادي، من شمالا إلى جنوبا. هذا بيأكد مرة أخرى أن قضيتنا في طريقها إلى الانتصار إن شاء الله. تصديقا على ما تفضلت به أستاذ محمد البشير، التظاهرات المليونية بالأمس في اليمن كان عنوانها اليمن وفلسطين خندق واحد. دعني فقط أشير إلى أننا مستمرون بنقل الصورة من مجدل سلم، هذه البلدة الجنوبية التي تشيع اليوم ابنها الشهيد على طريق القدس الشهيد علي فوزي ملحم. من أمام بيت الله. الله أكبر الله أكبر، لا اذكروا الله، وحدوا الله عباد الله. قالها خميني والإباء، قالها خميني والإباء، حزب الله أمة الشهداء، حزب الله أمة الشهداء، قالها خميني والإباء، قالها خميني والإباء.
أعود إلى غزة مع ضيفنا الأستاذ أحمد عبد الرحمن، وما كنت تتفضل به من عوامل قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار، إلى أي مدى التواصل الذي حصل بين بايدن ونظيره المصري والقطري من جهة، والاجتماع المرتقب في إحدى العواصم الأوروبية الذي يضم جهات قطرية مصرية أمريكية بالإضافة إلى الشباك، تنذر بحصول حلحلة ما قريبا؟ فقط نعيد تذكير موضوع خان يونس، مهم جدا في هذه الفترة، المعركة الساخنة هناك، ولا يوجد حتى الآن أي إنجاز رغم التقدم الكبير، نعم بالدبابات، ولكن هذا حدث في غزة وفي كل المناطق يعني بلا جدوى، تقدم تحت قصف ناري عنيف، ولكن في النهاية بلا جدوى، لا إنجاز ميداني، لا عثور على أسرى، ولا قضاء على قادة المقاومة، وهذه المعركة ستكون خاسرة كمثيلاتها في المنطقة الشمالية أو الوسطى. موضوع الاجتماعات التي يتم الحديث عنها في الحقيقة لا يوجد هنا في غزة، وربما هذه أيضا وجهة نظري، أمال كثيرة تعلق عليها، لا سيما عندما يكون الجانب الأمريكي ممثلا فيها وهو الشريك الأساسي، وربما هو من يقود المعركة. ولكن أنا ربما أنقل عن مصادر في المقاومة إن كان يجوز لي ذلك، هناك حراك في الحقيقة، هناك حراك جدي تقود دول خلف الكواليس وليس من خلال مؤتمرات أو إعلانات معينة، يعني لا يتم الحديث عنهم في معظم الأوقات، وهذا الحراك جدي في الحقيقة، ولكن هو يصطدم في كل مرة. يعني وصل قبل أسبوعين تقريبا إلى نقطة متقدمة تم إفشالها من قبل نتنياهو شخصيا كما تقول المصادر. يعني نتنياهو دائما ما يعيق الوصول إلى حل، رغم أن هذه المفاوضات كما قلت يعني وصلت إلى نقطة متقدمة، ربما يحدث في الأيام القادمة خصوصا في ظل عدم الوصول إلى أي إنجاز ميداني، لا سيما في موضوع الأسرى الإسرائيليين والصهاينة تحديدا، ربما يلين موقف نتنياهو بدرجة أو بأخرى. هذه معلومات أستاذ أحمد؟ نعم، هذه معلومات من طرف المقاومة لا نستطيع أن نسميه، ولكن هو مصدر موثوق نتعامل معه على دائما يعني، ونحصل منه على معلومات موثوقة. الحراك مستمر، لم تتوقف المفاوضات للحظة واحدة، حتى يعني في أوقات معينة كان يتم الإعلان عن توقفها أو قطع الاتصالات، لا هي من خلال قنوات معينة غير معلن عنها يتم التفاوض يعني مستمر، وتفاوض حثيث في الحقيقة، وكما قلت وصل إلى نقطة متقدمة، إلا أن في النهاية دائما يتم إفشال هذه الجهود، تحديدا كما تنقل المصادر من قبل رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو، وربما أيضا هناك تشدد من ناحية جالنت وزير الحرب، ولكن أجهزة الاستخبارات كما يبدو الشباك والموساد وحتى شعبة الاستخبارات العسكرية أمان يبدو أن لديها وجهة نظر أخرى، وهي ضرورة التوصل إلى اتفاق ينهي هذه الأزمة ويفرج عن المعتقلين كما حدث في المفاوضات السابقة قبل التهدئة. في المجمل هناك أمال نعم معلقة، ولكن ليس كثيرا في الحقيقة، ولكن ربما عدم وصول الجيش الإسرائيلي إلى إنجاز هنا في غزة واضطراره للانسحاب من هنا من المنطقة الشمالية، كل المنطقة الشمالية باستثناء شارع رقم 10 وربما منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة، هناك تواجد إسرائيلي أيضا، ربما هذا الانسحاب يدفع لتكرار هذا الأمر في المنطقة الوسطى، وهو حدث بشكل كبير بنسبة 80%، ربما يصل إلى خان يونس أيضا خلال أيام تتوقف العملية البرية، ربما حينها يتم الذهاب مرة أخرى إلى مفاوضات أوسع، وربما يكون هناك تليين في الموقف من نتنياهو تحديدا في ضوء هذا الفشل. ولكن حتى الآن يعني للأسف وحسب المصادر أيضا لم يتم التوصل إلى قواسم مشتركة، والتعنت إسرائيلي، المقاومة لديها يعني خطوط واضحة، خطوط حمراء واضحة، وهي الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، إعادة الإعمار، توقف العدوان، الانسحاب الكامل من دون مناطق عازلة وغير ذلك من شعارات يرفعها القادة للصهاينة. لا يوجد، لا يمكن أن تقبل المقاومة لا كيلومتر ولا نصف كيلومتر. نعم هناك تدمير واسع في المناطق الشرقية، وهناك تجريف لمساحات على بعد 2 كيلومتر حتى في الشجعية والبريج وغيرها، ولكن المقاومة لا يمكن أن تقبل بهذا. فقدنا الاتصال مرة جديدة مع الأستاذ أحمد عبد الرحمن، كل الشكر لك على كل الأحوال أستاذ أحمد عبد الرحمن، الكاتب في الشؤون السياسية والعسكرية، كنت معنا من غزة. بالعودة إلى ضيفنا من عمان الأستاذ محمد البشير، كنا نتحدث عن أهمية ما يقوم به اليمن اليوم، هذه الجبهة المساندة، هذه الجبهة الضاغطة وتأثيرها على مستوى الدولي. ما الذي يمنع باقي الدول العربية، الحكومات العربية من اتخاذ مواقف
مواقف مماثلة ولو يعني بدرجة أقل، يعني هي تملك الكثير من الأدوات التي لها تأثير فعلي سواء في الاقتصاد العالمي أو السياسة العالمية، ولكنها تأبى استخدامها. أكيد الاستقلال، يعني احنا بالعالم العربي أو بالعالم واضح تماما أننا لا نملك استقلالنا بالقرار، هناك منظومة يعني هي كما بدأت في حديثي حول شبابنا، لماذا شبابنا احتلوا مواقع متقدمة في العالم وأصبحت الهجرة هاي تجليات ذلك، الهجرة غير المشروعة التي تسمى في الغرب، هي بسبب هذا الاستبداد، وهذا الاستبداد مدعوم من قبل هذه الدول الغربية. هذه الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا هي المسيطر الحقيقي على هذه الدول التي استجابت إلى ذلك، وأصبحت هذه العلاقة يعني جدلية، جدلية بمعنى أنه لا ينفكوا عن بعضهم البعض في تحالف. الأدوات كثيرة التي يمكن استخدامها كما استخدمها الإخوان في اليمن، طبعا يعني وجزء من يعني مشكلتنا الكبيرة هي مشكلة اقتصادية. إذا تحدثنا عن مؤشرات الاقتصاد في مختلف الدول العربية على سبيل المثال، نجد أنها بنسب النمو متواضعة، نجد أنها بالعجز في الميزان التجاري فظيع لصالح الاستيراد، طبعا مع الأخذ بالاعتبار بالتمييز ما بين الدول النفطية والدول غير النفطية. وعندما نتحدث أيضا عن البطالة نجد أنها بمستويات استثنائية رغم الثروة الكبيرة، رغم أن الناتج المحلي بظل هذه الأوضاع للبلدان العربية على سبيل المثال تصل إلى يعني المستوى الرابع بعد أمريكا والصين وألمانيا واليابان، يأتي الوطن العربي. يعني عندنا ثروة كبيرة لكن هذه المنظومة التابعة للغرب هي التي تحول دون استخدام أدواتنا المؤثرة، التي كما قلت اليمن أثبت أن المسألة هي هل نستطيع أن نجعل من هذا العالم أن يدفع ثمنا أكبر مما يأخذ من المنطقة. إذا استطعنا عبر استخدام أدواتنا المتعددة الكثيرة التي إذا بالممرات البحرية عندنا جبل طارق وعندنا المندب وعندنا يعني منافذ كثيرة إذا أضفنا إلى الدول الإسلامية، يعني هذا إذا وصلنا إلى مرحلة القرار وقدر يعني واستطاع النظام الرسمي العربي أن يفعل أدواته نكون ما في إسرائيل أصلا، ما في هذا الكيان يعني. وأحيانا هذا الكيان والدول الغربية تتناسى أن هذه الأمة من المحيط الخليج تعتبر الموضوع الفلسطيني موضوعها، ومن يحول دون مشاركة كل هؤلاء هو النظام الرسمي العربي. بمعنى إذا ردينا على الحديث الذي يتحدث به نتنياهو حول أنه المشكلة إذا انتهت في غزة بتنتهي بالوطن العربي، مش صحيح. نحن كأمة عربية نعتبر جزء من مشاكلنا المتعددة اللي تجلياتها اقتصادية هو وجود هذا الكيان، وبالتالي أنا لي في فلسطين وقف على كل عربي ومسلم حتى نستطيع أن نعيد هؤلاء ولن نكون مثلهم قتلة، أن نعيد هؤلاء إلى بلدانهم. هؤلاء بشر غرر بهم من قبل هذه العصابات، استطاعوا أن يقنعوهم أنهم الأرض الموعودة وكذبوا عليهم كثيرا. أنا بعتقد أنه نحن معنيين بالقضية الفلسطينية، ومن المؤسف أنه أحيانا هذا النظام الرسمي العربي حجمها لدرجة أن تكون فلسطينية إسرائيلية. يعني أستاذ محمد، قبل أن نكمل معك وأنت كنت تتحدث عن الفعاليات التي تحصل في مختلف دول العالم إسنادا لغزة إسنادا لفلسطين، نتابع الآن في الشاشة هذه التظاهرات في لندن
في ستوكهولم وأيضا في ألمانيا. هل يمكن الانتقال إلى لندن؟ نعم، ننتقل إلى لندن مباشرة مع مراسل الميادين موسى سرور. أهلا بك موسى. يعني هناك الآن وقفة احتجاجية تنظمها جمعية التضامن مع فلسطين أمام فروع بنك باركليز في بريطانيا. دعنا أكثر في صورة هذا المشهد، لماذا أمام بنك باركليز تحديدا، وما حجم هذه التظاهرات التي تشهدها لندن بشكل متواصل؟ نعم، يعني هناك أكثر من 52 احتجاج أمام مختلف فروع بنك باركليز المصرف البريطاني، احتجاجا على العلاقة أو على العلاقة المالية التي تربط هذه المؤسسة المالية مع الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة. هذا اليوم قررت يعني منظمة التضامن مع الشعب الفلسطيني أن تخرج إلى الشارع من أجل يعني تحقيق أهداف عدة. أولاً يعني لتسليط الضوء على هذا الدور كما يتهمونه المتظاهرون بالدور الذي يمول قتل الفلسطينيين واستمرار المعاناة الفلسطينية، فضلاً عن يعني مساهمتها في أو تواطؤها في جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل. وهذا يستند إلى بعض البحوث التي تبين لمختلف الجمعيات الحقوقية هنا أن هذا البنك، بنك باركليز، العام الماضي وحده كانت هناك يعني امتلك هذا المصرف بحوالي مليار جنيه استرليني، أي ما يقارب المليار ونصف مليار دولار، أسهما في شركات تزود إسرائيل بالأسلحة. فضلا عن أنها العام الماضي أيضا هناك قروض قدمتها وتسهيلات مالية قدمها هذا المصرف باركليز لشركات أيضا بقيمة 3 مليار جنيه استرليني، أي ما يقارب 5 مليار دولار، لشركات تزود إسرائيل بالأسلحة. وبالتالي جاءوا إلى هنا ليقولوا للرأي العام أن هذا المصرف، مصرف باركليز، متواطئ في قتل الفلسطينيين، متواطئ في جرائم الإبادة الفلسطينية. وأيضا هناك يعني يوزعون هؤلاء المتظاهرون منشورات أو نماذج يطلبون فيها من عامة الناس بأن يملؤوها ويرسلوها إلى إدارة بنك باركليز، ويخبروه أنه في يوم 9 شباط المقبل سيكون يوم إقفال الحسابات في هذا المصرف. وهذه خطوة تريد من خلالها منظمة التضامن مع الشعب الفلسطيني أن تمارس ضغطا على هذا البنك من أجل أن يقطع علاقاته مع الشركات الداعمة لإسرائيل. هذا يؤشر أيضا إلى أن هناك يعني نضال آخر، أو أن شوارع لندن تحولت إلى ساحة نضال أخرى، هو استهداف المؤسسات المالية والشركات المالية التي تدعم إسرائيل. هناك تقارير تتحدث عن أن معظم البنوك من HSBC إلى سانتاندير، لويدز وناتويست لديها أسهم في شركات، وأيضا هناك استثمارات بقيمة حوالي 10 مليارات دولار تستثمر في المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية. وبالتالي هذه تأتي ضمن حملة مقاطعة كل من يدعم إسرائيل من مصارف ومن شركات ومن مؤسسات مالية داخل المملكة المتحدة. من لندن مراسل الميادين موسى سرور، كل الشكر لك موسى. بالعودة إليك لنختم سويا أستاذ محمد البشير، وبالنظر إلى هذه التظاهرات الهادفة، يعني نحن لا نتحدث هنا عن كتل بشرية عشوائية تنزل مجرد تحمل شعار إسناد فلسطين وغزة، نتحدث عن تظاهرات تهدف إلى التضييق، إلى حصار مؤسسات وجهات داعمة بشكل مباشر لكيان الاحتلال. بدقيقة لو سمحت، أي أهمية لهذا الوعي في التحرك الدولي الشعبي؟ المستقبل. هؤلاء يعبروا عن مؤسسات هامة، سواء كانت حزبية أو مؤسسات مقاطعة أو مؤسسات إنسانية، حقوق إنسان إلى آخره. هؤلاء سيفرضوا الرواية بصندوق الاقتراع. أنا أعتقد أنه المتغيرات قادمة وستحمل في ثناياها الكثير من المتغيرات. هؤلاء ليسوا كما يحصل في العالم الثالث، هؤلاء مؤثرون، سيصبح تأثيرهم شديدا على الطبقة السياسية المستقبلية التي مع المتغير الجوهري الذي
يقوده لبريكس وتقوده شنغهاي وتقوده دول كثيرة تحاول أن تتخلص من هذه الهيمنة الأمريكية التي أصبحت لا تطاق من كثير من دول العالم. كل الشكر لك السيد محمد البشير، عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي والملتقى الوطني لدعم المقاومة، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. كذلك نعيد شكر الأستاذ أحمد عبد الرحمن الذي كان معنا من غزة، وشكر أيضا لمراسلي الميادين من رفح جنوب قطاع غزة أكرم دلول، ومن لندن موسى سرور. مشاهدينا شكرا لطيب المتابعة، هذه الساعة من التغطية المستمرة انتهت بأمان الله.